السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم على الهواء مباشره من استديوهات الجزيره من المدينه الاعلاميه في القاهره. في اول بث حي ومباشر من استديوهاتنا بعد اكتمال بنائها. وارحب بكم في حلقه جديده من برنامج بلا حدود. تتصاعد الحمله الغربيه ضد العرب والمسلمين منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي وحتى الان. لكنها تزداد يوما بعد يوم ولم تعد تقف عند حد استهداف المسلمين في الغرب وانما تعدتها الى الشعوب والحكومات العربيه والاسلاميه حيث تمارس ضغوطا كبيره عليها من اجل تغيير المناهج التعليميه والضغوط على الحركات الاسلاميه والاستجابه لمطالب اخرى كثيره تطالب بها الحكومات الغربيه يوما بعد يوم تساؤلات عديده حول الحمله الغربيه على الشعوب والحكومات العربيه اطرحها في حلقه اليوم على صاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبد العزيز ال سعود ولمشاهدين الراغبين في المشاركه يمكنهم الاتصال بنا على موج بعد موجز الانباء على هواتفنا في الدوحه 009744888873 أو إرسال تساؤلاتهم عبر الفاكس هنا في القاهرة على 4004 أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net سمو الأمير مرحبا بك ويشرفنا أن نفتتح الاستوديو في القاهرة بمشاركتك معنا في هذه الحلقة أهل. على الهواء أهلا وسهلا أهلا بك أحمد الحقيقه في الفتره الاخيره تصاعدت الحمله الغربيه على الحكومات العربيه وعلى الشعوب وسط صمت عربي واسلامي مريب بدايه ما هي اسباب صمت الحكومات العربيه عن مواجهه هذه الحمله اولا بسم الله الرحمن الرحيم احمد طبعا الصمت العربي ليس بالجديد على معظم حكومات حكوماتنا العربيه انما للاسف اصبحت عاده تجاه كل حدث عالمي وقبل ان تلك الاحداث العالميه حتى هناك صمت بالنسبه للاحداث الداخليه والمحليه وهذه عاده الحقيقه يجب اعاده النظر فيها ومواجهه الامور ومواجهه الناس بشفافيه وصراحه حتى يتبين العالم العربي حقيقه امره بين هذه المحافظات التي حصلت وتحصل وخاصه الهجوم الحديث الذي اشرت اليه الغربي وخاصه الامريكي على معظم الدول العربيه وعلى شعوبها وعلى ثقافتها وعلى احوالها الداخليه بشكل او اخر اعتقد ان هذا عاده يجب النظر في بالنسبه لها وتجنبها لأن هذا ليس يجاري ما يحدث في عالم الواحد القرن الواحد والعشرين فأنا أتعجب مثلكم عن هذا الصمت العربي سواء من الحكومات أو من الشعوب يعني ربما كان هناك شجب وإدانة كانت هناك خطابات أو لهجات للشجب والإدانة ولكن حتى هذه اللغة لم يعد لها وجود ومن بين هذه الحملة هناك استهداف لأقطار بعينها كان هناك حملة كبيرة استهدفت مصر والسعودية ولا زالت الحملة مستمرة على السعودية تحديدا منذ عدة أشهر في تصورك لماذا استهداف السعودية تحديدا واستمرار الحملة عليها أولا وقبل, وقبل كل شيء البعض يستهين بهذه الحملة بل ويقول ويقولون ويحثون على قولهم هذا ويصرون عليه أن حملة صهيونية جرت العاده على سماعها وبالتالي يجب تجاهلها وهذا طبعا اعتقد فيه شيء من التقليل من اهميه هذه الحمله التي يجب ان نحذر نتائجها لانه عمليه الصهيونيه هذه موجوده قبل 11 سبتمبر ومعروفه لدينا ولدي الجميع ولكن بعد ما حدث في 11 سبتمبر بالنسبه لنيويورك او البنتاغون في واشنطن تغيرت الظروف والاحوال. اصبحت اللهجه التي تستعمل في هذه الوسائل الاعلاميه آه مثل ما قال احد المسؤولين في السعوديه انا اتذكر هذا التصريح بانه بعض من الاداره آه يشترك او هو مشتركا في هذه الحمله. وهذه هنا خطورتها. آه رجال الكونغرس عفوا بشكل واضح هناك تصريحات منهم كثيرة حتى ان بعضهم طالب بسحب القوات الامريكيه من السعوديه وهناك لغط حول هذه النقطه بشكل خاص هم هناك في امريكا لا يعتبروا تصريحات الكونغرس رسميه الرسميه بالنسبه لهم وما يصدر على الاداره الامريكيه اللي تراسها الرئيس بوش ولكن مثل ما تفضلت ترى تصريحات التي تصدر عن اعضاء مجلس الشورى هذه مهمه جدا ويجب لا. ان ننتبه لها عده تصريحات احنا سمعناها وناقشناها في مجالسنا وفي اوساطنا لا. ويجب ان نكون حذرين منها اليوم وغدا بس انا اريد ان اجاوبكم لانه هناك في امريكا يقال ان هناك حكومتين حكومه الاداره الرئيس بوش وحكومه الكونغرس هي سلطتين سلطه لا. تشريعيه وسلطه تنفيذيه ولكن كلاهما كلا ال السلطتين لها نفوذ هائل نحن نتجاهل باستمرار آه الاتصال بالكونغرس الامريكي وبعضائه في مجلسيه النواب او آه الشيخ. او الشيوخ انا اللي اريد ان اقوله انه هذه الحمله يجب ان نكون حذرين منها وهذه آه النصائح والتحذيرات اتتنا من اشخاص محبين بانه نسمع عندكم وهنا وهناك يقولوا تجاهلوها لان هذه الحمله الصهيونيه المستمره عليكم قبل اداء التطول سمو الامير انا كان سؤالي تحديدا استهداف السعوديه لماذا استهداف السعوديه انت قلت مصر والسعوديه مصر والسعوديه الحمله على مصر تقريبا خفت. الى حد ما خفت لكن على السعوديه لازالت هذا الذي اجهله وقد تساءلت وأنا في بلادي عن اسباب هذه الحمله ولم اجد سببا يبرر هذا الهجوم العنيف على المملكه العربيه السعوديه الا لانه ابن لادن مولود هناك، كل ما ما قرأنا خبر بن لادن الذي اصله سعودي. ليس بن لادن وحده هناك 15 هنا شخص مثلا شخص من يقول 15 الذين طيار نعم. وللاسف ابن لادن نفسه من خلال الجزيره أه سمى اسماء هؤلاء يعني الكثير بعض اسمائهم وقال مم. عن مناطقهم وعن العشائر التي ينتمون اليها والبلدان التي ولدوا فيها والتي آه نموا فيها. فسماهم بلادنا إذا لهذه الأسباب لربما يكون من العوامل التي جعلت هذه الحملة تركز على المملكة السعودية أما أليست هناك مطالب سرية من السعودية معينة وهذه الحملة من أجل تحقيقها مثلا؟ مثلا يقول أن أمريكا تطالب بتغيير المناهج الدينية هذه ما سمعنا عنها لم نسمع ان هناك طلبا رسمية من الحكومه الامريكيه اعلن سمو الامير والان رئيس الاف بي اي كان يتجول في المنطقه لم يعلن رسميا هذه لا تعلن رسميا آه. لان فيها استفزاز للشعوب اذا يعني. سمعناها من خلال الصحف ومن خلال تصريحات بعض العاملين في الكونغرس الامريكي تقال ولكن لم يكن هناك اطلاقا تصريح او طلب حسب معلوماتي انا من الاداره الامريكيه الرد السعودي يعني هناك انتقادات كثيره للموقف السعودي بانه رده على الحمله الامريكيه فيه كثير من الضعف او عدم الاهتمام او عدم او شيء من اللامبالاه، لماذا لا يكون هناك رد يتناسب مع تلك الحمله ويحفظ للسعوديه هيبتها وانت تتجول كثيرا في الغرب وتدرك ان الامريكان تحديدا لا يحترمون الا القوي، لماذا لا يكون هناك رد قوي؟ هناك تصريحات سمعناها من مسؤولين سعوديين يردوا على هذه الحملة ولكن يتكلم عن الناحية الإعلامية الناحية الإعلامية لا يكفي أبدا أن تذكر أسباب هذه الأمور ورد السعودية عليها في الإعلام العربي لأنه بيقرأه العربي إحنا نريد ردا على هؤلاء الناس في عقل دارهم وهذا هو التقصير الحادث بالنسبة لنا أو بالنسبة لغيرنا يجب أن يكون هناك ردا موضوعيا وقائمة على حقائق معينة على هذه الإدعاءات التي توجهها وسائل الإعلام الغربية وهذه لها من السلطة ولها من المكانة لدي المجتمعات الغربية وخصوصا أمريكا التأثير على الرأي العام ولا أصحاب القرار هذه الآلية إلى اليوم لم نجدها للأسف الشديد حتى أن نذهب في عقل دارهم ونجاوبهم على هذه الادعاءات، اذا كانت حقيقة نعترف بها ونصلح من من امورنا، اذا كانت غير حقيقية نقرأ الحجة بحجة اقوى منها، هذا هو الذي لا يوجد. طبعا انا ربما هذا هو المحور الرئيسي لنا بالنسبة للموضوع، ها. كيف أنا يعني يكون هناك حوار في ظل الحرب المعلنة ولكن اسمح لي أكمل نقطتين اساسيتين عندي، الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون قام بجولة الى المنطقة مؤخرا شملت مصر والسعودية والامارات. أدلى في السعودية بتصريحات وصفت بأنها استفزت مشاعر كل المسلمين أبلغني أحد الذين حضروا بعض اللقاءات الخاصة بأنه كان يستهزئ بالمسلمين وبالإسلام في لقاءاته دون أن يرد عليه أحد أخذ مليون ريال في مقابل المحاضرة التي ألقاها قيل أنه جمع من السعودية ومن الإمارات أنا لم أتأكد من المصدر فوق المائة مليون ريال لما يسمى من اجل الشعوب لصالح الشعوب المنكوبين او لصالح المنكوبين. بعض المصادر اشارت الى ان المنكوبين هؤلاء هم المنكوبين الاسرائيليين من جراء العمليات التي تحدث وان هذه الاموال ستذهب الى هناك وانا لم اتاكد من المصدر فارجو تعليقك على هذا الأمر أن نكون نحن الآن نضرب من الغرب ويأتي كلينتون ويجمع هذه الأموال ثم يقال أنها تذهب للإسرائيليين يا سيدي أولا مجيء كلينتون وحضوره إلى دبي في الأمارات وجدة ومصر أنا نفسي أتعجب وكيف تدفع له هذه المبالغ الدفع اللي دفع له من الدول الثلاث المحاضرات اللي ألقاها مجموعها 750 ألف دولار ذهبت إلى جيبه وهذا ليت هذا هذا خارج عن التبرعات التبرعات الذي عرفته انا وسالنا اليوم بالتليفون آه لم ياتينا جواب الا من دبي دبي جمعوا 20 مليون آه ريال من عملتهم عملة الامارات آه لهذا الغرض آه فانا لا اتصور كيف يستقبل ما يقرب من 6 مليون دولار كيف يستقبل آه كلينتون وهو الذي في ديسمبر الماضي الشهر اللي فات جمع ملايين دولارات في لندن لحساب صندوق انشئ سنه 1901 في بريطانيا، صندوق للمستعمرات قبل ان يكون هناك دوله فلسطينيه دوله اسرائيليه. صندوق للمستعمرات الاسرائيليه. الاسرائيليه. نعم. وبمناسبه مرور مائة سنه عمل حمله تبرعات في لندن وجمع فلوس لليهود ومستعمراتهم، كيف ندعوه ويحصل منا على 750 دولار مقابل ماذا؟ يعني انا انا هذه الحقيقه يعني آه يعني شافنا انا افتكر ان الراجل ده آه عاش مع القيادات العربيه والشعوب العربيه مده ثمان سنوات وهو رئيس ودرسنا ودرس عقليتنا ودرس عواطفنا ودرس آه تسرعنا في اتخاذ القرارات ودعي الى مثل هذه الاجتماعات هذا امر أم, أم يعني امره غريب وانا اتعجب كيف يدعى طيب ما هو قيمه كلينتون الان ما هي قيمه كلينتون؟ يعني وهو خارج الرئاسه وياتي عشان يعمل محاضرات مثل ما تفضلت هذه المحاضرات اللي عملها قيل لي اليوم انها انها نفس الصوره التي القاها في دبي هي نفسها في جده وهي نفسها في القاهره مع تعديل بعض العبارات فهذا امر عجيب كيف يدعى مثل هذا الرجل اما يزيد ذلك من يعني زياده الاحباط لدى الشعوب وزياده الفجوه والله انا ما ايضا أعرف. ما نعرف يعني لما في هذه المنتديات الثلاث بدول ثانيه مصر ودبي وجده يدعى مثل كلينتون عشان يلقي كلمه بطرف النظر ماذا قال في الكلمه ايش اهميته يعني ليس له اهميه فلذلك انا اتعجب من رجال الاعمال الذين دعوا هذا الرجل ويقبض مثل هذه الأموال وهو قبل أن يأتينا كان في لندن يجمع التبرعات لصندوق التبراعات. الصندوق اليهود إنما بمناسبة كلينتون اخ أحمد عشان ما أنسى نعم. وبمناسبة الحملة الأمريكية والإعلامية نعم. أنا لي ما أخذ الحقيقة على الجزيرة أولا الجزيرة وانت تعلمون مدى اعجابي بها وتعاوني سمو معها. الامير سمو الامير لان لدي موجز حتى اعطيك المجال كاملا فضل. لتنتقد قناه الجزيره لا. بما شئت بعد موجز الانباء فضل. فضل. حتى يكون لديك الفضاء فضل. فضل. واسعا فضل. فضل. لكي تنتقد ولا اضطر ان اقول لك لا. لدي موجز الانباء تفضل تفضل آه يعني انا سؤالي سؤال هنا أه. قبل يعني قبل ان انتقل أه. الى موجز الانباء الان انت رفعت او اعددت مشروعا من اجل الحوار مع الغرب ومحاوله م. كسر هذه الفوجة او كما اشرت الدخول الى الغرب في عقر داره على اي اساس يمكن ان يقوم حوار وهناك حرب معلنه من الغرب علينا الان استمع منك الاجابه بعد ان شاء الله موجز الانباء وقبل الاجابه اعطيك المجال لانتقاد قناه الجزيره إن شاء الله. طيب. شكرا سمو الامير إن شاء الله. كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وأعود إليكم بعد موجز قصير للأنباء من استديوهاتنا من الدوحة لمتابعة هذا الحوار مع صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود في هذه الحلقة التي أقدمها لكم من استديوهات الجزيرة من القاهرة فابقوا معنا ملاحظات لا بد من ذكرها بهذه المناسبة وهي أن الجزيرة في كثير من برامجها فيها شيء من التحيز مع هذه الجهه ضد تلك الجهه مع هذه الدوله تلك هذه الدوله الى ان وصلت الى التجريح انا اسميه التجريح في امور خاصه عندنا احدى بناتنا مثلا في امريكا وانا تحدثت مع الشيخ حمد بن ثامر الخليفة خليفه رئيس مجلس الاداره وكان هم. موجود حمد بن, حمد بن ثامر الثاني الثاني وكان موجود مع سمو الامير حمد في في باريس في ديسمبر وذكرت له هذه النقطة وقال نحن هذا الكلام من حوالي 20 يوم طلبنا التحقيق مع المسؤول الذي قام بنشر هذه الصور في عدة في عدة نشرات إخبارية قلت يا أخي سئ نشرتها مرة أنتم نشرتوا هذه البنت وهي مكبلة بالكلبشات الحديدية وكأنها أدينت إنما هذه التهمة وجهت إليها وهي تخضع للقانون الأمريكي يحقق معها واذا يطبق الم... ليس نشر الخبر عفوا سمو الامير ادانه للحكومه الامريكيه انها تجاوزت وتطاولت ولم تراعي حق الحصانه الدبلوماسيه بالنسبة و... بالنسبة يعني لم... في جانب ايجابي لصالح المملكه معاي لما يشوف المشاهد العربي العادي بالذات ويشوف هذه المراه السعوديه مكبله بالحديد ها أه؟ و... ويجرها البوليس أه؟ وهي خارجه من ال... من البنك يعني تعتبر إدانة وبعد إعادة إدانة للحكومة الأمريكية فليكن هذا وجهة نظركم ولكن المشاهد وهذا ما حصل في السعودية يعني رد فعله كان سيء ليش أنا بادرت وكلمت الشيخ حمد نعم. رئيس مجلس الإدارة لماذا لأنه أنا نفسي شعرت بهذا بهذا الشعور فلذلك يعني أنا أرجو من الجزيرة أنها تأخذ الطريق المحايد تماما بالنسبة لجميع القضايا النقد والنقد الهادف والنقد الجيد كلنا نقبله ولا يجب أن يغضب منه أحد لكن في هذه الأمور الحساسة أعتقد تجنبها أفضل و... 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 ولا... لا بالنشاط الإخبارية أو حتى في المقابلات التي في بعض المقابلات في تجريح غريب الشكل لهذه الجهة أو تلك أردت أن أبدأ هذه الملاحظة في بداية هذا الكلام وهذا لا يعني أنني بكلامي هذا أراعي فلان أو علان انا بقولها بالنسبه لطلب بن عبد العزيز فقط وملاحظه على الجزيره وهي ملاحظه شخصيه نشكرك سمو الامير عليها ونحن نجتهد في عملنا قدر ما نستطيع يعني هناك كم هائل اكيد من الحسنات الى جوار هذه المثالب لا شك البسيطه لا شك يعني لا شك في ذلك آه ونعترف بهذا فنحن نجتهد في اعمالنا وربما تكون بيها. هناك بعض الاشياء التي تحدث ولكن آه نحن نحرص ايضا على ابراز الراي وراي اخر ومن المستحيل لا ان ننال رضا الكل يعني لا بد ان مطلوب. يكون مطلوب. هناك انتقاد هالبعك. وعدم رضا انت عارف رايي في الجزيره على كل حال شكرا سمو الامير آه يعني يشرفنا ان نسمع منك ومن كل شكرا. المسؤولين ايضا ومن كل م. المشاهدين ايضا ما يمكن ان يوجهنا الى ما فيه الصواب كان سؤالي لك عن قضيه الحوار مع الغرب الان هل يمكن ان يقوم حوار في ظل ان الحرب من الغرب معلنه ضدنا و مع من نتحاور والإدارة الإدارات الغربية الإدارة الأمريكية ومعها أوروبا كلها حشدت كل ما في جعبتها لمواجهتنا دون إبداء أي مجال للحوار شوف يا سيدي الحوار ينقسم إلى قسمين إذا قصدكم تحاولوا الحكومات فالحكومات الغربية إلى هذه اللحظة أنا لم أسمع من مسؤول في إدارة غربية أحدا وجه نقدا هداما للإسلام او 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 للعروبه برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا تكلم لا, عن لا الإسلام انا ملاحظة على ذي لو امرت تكلم على الاسلام لا كلام, كلام لا 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 آه لا. يعني في نيل من الاسلام المسؤولين على المستويات الادنى الصحافه الغربيه ووسائل الاعلام الصحافة. في الغرب سمو الامير كلها يعني توجه ايضا لخدمه مصالح رئيس وزاره ايطاليا وهذه معايا في هذه المحفظة ورقة أحملها في كل مكان وأبرزتها الأخوة في الكويت لما كنت هناك لم يقول هذا الكلام هو قال الآتي قال كان مناسبة حديث لا لا ما هو أنه الـ الـ النظام الغربي بديمقراطيته والمحافظة على حقوق الإنسان شعوب الغرب تعيش في رخاء أكثر من الدول الإسلامية لا هو قال لو أمرت أنا عندي الورقة في جيبي هنا موجودة أنا أيضا عندي نص تصريحاته عندي نص تصريحاته اسمه الأمير لكن احنا لا نريد أن نغرق في هذا لكن فليقل. الرجل معنى أن يقدم اعتذار عفوا هو اضطر أن يقدم اعتذار أنا أنه أخطأ أو أنه ها. قال ما يمكن أن لا 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 لا. هو أجبر على تقديم هذا الاعتذار يعني حشدوا لهذا الرجل وهو صديق لشخصياتنا عربية كثيرة وأنا سامع هذا منهم حشدوا السفرة وقدموا احتجاج للحكومة الطليانية. فأضطر ان يذهب البرلمان ويقدم ما سمي بالاعتذار مرغما للمصالح المشتركه انت عارف الغرب يضل مصالحه نعم. هو قال أن نحن افضل بديمقراطيتنا من تلك الموجوده في الدول الاسلاميه هذاك وهذا يا اخي يجب ان نشكره عليه هو هو تكلم يعني عن إذا قال عن, هذا الكلام عن الديمقراطيه وعن, وعن اسلوب الحياه والممارسه لكن بشكل عام آه مارجريت توتشر ادلت بتصريحات مشابهه لي وهي رئيسه وزراء سابقه ايضا يعني القضية القضية الآن سمو الأمير حتى لو لم يتكلموا ضد الإسلام أفعالهم كلها بتتجه إلى قضية العداء وإلى تصعيد العداء والله أنا سألتوني وأنا أجاوبكم عن معلوماتي ما. إن الحكومات الغربية لم نسمع تلك التصريحات التي قيلت في الصحافة الغربية واقع المعاملة الآن كيف ترى؟ اللي هي؟ المعاملة من الحكومات الغربية أمريكا وأوروبا معامل معها معاملة سيئة المعامله سيئه إحنا, احنا مش محتاجين كلام لا 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 الفعل لا. أق... انا اجاوبك أب على دليل. قدر سؤالك نعم يعني لما نشوف معاملتهم لنا في في فلسطين كل الدول الغربيه اخرها الاتحاد الاوروبي يقول انه آه شو اسمه النضال الفلسطيني حمس. نعم. ها هو نضال ليس نضالا ولكنه ارهاب نعم هذه اعوذ بالله هذه كلمه فظيعه لا امريكا قالوها والاتحاد الاوروبي نعم. المشكله انه ليس هناك من تحرك عربيا وذهب الى هناك وحاورهم كمسؤولين من الذي يمكن ان يتحرك هنا القضيه الحكومات, الحكومات صامته الحكومات صامته اذا يجب ان يتحرك المجتمع المدني اين مؤسسات المجتمع المدني في ظل الحكومات القائمه الان وهي تقمع ولا تسمح بالحريه وحريه التعبير للاسف في كثير للأسف من الاسف الشديد لانه حقيقه موقف بعض الحكومات العربيه تجاه المجتمع المدني مشين يعني بدل ان تشجعه تضع العراقي امامه أه؟ سواء بالنسبه للسجن او القبض عليهم او معاقبتهم او كذا او وضع القوانين المعيقه لانطلاقه المجتمع المدني لكن المتوفر الموجود موجود احزاب موجود نقابات موجود بعض منظمات حقوق الانسان المتوفر من هذه المنظمات نحن دعونا الى انه هذه الدعوه ليست مني انا شخصيا الحقيقه هي بعض المفكرين العرب والمثقفين لما تكلمنا معهم طلبوا مني ان نشكل وفد او وفود تذهب الى الغرب من اي المستويات هؤلاء المثقفين والمفكرين مستويات من كل الدول العربيه من بعض الدول العربيه, العربية خاصه من السعوديه ولبنان ومصر نعم فهم قالوا لنا والآن نحن في في دور تكوين لجنة تحذيرية اللي تبحث هذا يمكن لجنة تحذيرية بكرة تجد مثل ما تفضلتوا انه بعد هذا الهيجان الفظيع وكذا وكذا وحكوماتنا صامتة وماذا نذهب ماذا نقول ربما انه اللجنة التحذيرية ترفض هذه الفكرة ولا نبعث وفود الى هناك يعني لا زالت القضية انت الان طرحت المشروع ولا زال في طور البحث البحث يعني هل ستتحركون إلى أي يعني. الجهات سوف أيوة. تقومون من الملاحظ الآن يعني أنا سؤالي سمو الأمير إن هناك مواجهة الآن الغرب هو الذي بدأها م. وهو الذي افتعلها وهناك صمت عربي وإسلامي موجود هناك مؤسسات مجتمع مدني يقابلها مؤسسات مجتمع مدني في الغرب ثبت خلال العشر سنوات الماضية من الحوار منذ العام تسعين وحتى الآن هناك ما, يثم ما يسمى بالحوار بين الإسلام م. والغرب طح. ثبت أن هذا الحوار لم يكن له أي نتائج والسياسيين أخذوا قراراتهم الفعلية وبدأوا حملتهم ضد يعني العرب أنا أقول والمسلمين والله لا هذا الكلام لأنه يا سيدي يا أخ أحمد نحن لا نستطيع أن نواجه الغرب وأنا أقولها بصوت عالي إلا بالحوار إيش عندك أنت تواجه الغرب؟ هو لا يعطيني الفرصة لكي أحاوره بالعكس الفرص متاحة لك أنا جربتها ثلاث سنوات 81 82 83 وذكرت عندك بشهادة على العصر صحيح وقلت ذهبت هناك لمهمتي فتحت الابواب كلها وقبلت كل المفاتيح لكن الان الآن, الان الباب مفتوح مثل ما كان مفتوحاً نعم من قبل نعم, نعم انما وس... انما نجد آآ آآ نجد آآ الواسطه التي توصلنا الى هذه المفاتيح من مجتمع مدني الى الى جامعات الى الكونغرس الى الـ إلى, الـ إلى, الـ إلى, الـ الى الفعاليات الامريكيه الان أعتقد تل... 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 هذه تل... هي الفكره التي سوف نطرحها للجنه التحضيريه كلينتون جاء وجمع عشرات الملايين في خلال جوله بسيطه من اجل ما يسمى بالشعوب المنكوبه، وقبلها جمع للصندوق اليهودي من اجل المستعمرات اليهوديه في فلسطين. الان مشروع مثل هذا الا يحتاج ايضا الى ملايين او عشرات الملايين من الدولارات؟ اذا كنتم ستنطلقون للحوار من اجل ترتيب لقاءات، من اجل يعني هل هناك حماس من اجل جمع اموال لهذا المشروع؟ سؤالك وجيه ونحن سوف نغامر. إذا قررت اللجنة التحذيرية أن نسير في هذا الخط وأن نبعث وفدا أو وفودا إلى أمريكا وبلاد الغرب سوف نبحث عن مصادر المالية إذا توفرت كان بها ولا ما إيش اللي في يدنا؟ ما احنا بنحاول هذه محاولات يجب أنها حقيقة يجب أن يتبناها يعني إنسان هذا ولا ذاك إنما إنما الصمت على مستوى الحكومات وعلى مستوى المجتمع المدني هذه كمان كارثة يعني أنا بقول لك اخر ما من ذهب الى هناك شيخ الازهر وصديقنا الدكتور سليم العوا نعم سليم العوا وصل اليوم مم. من لندن وعاد من اليوم لانه حضر حواره في كنتربري نعم كنتبري حضر فيها سليم العوا وكان فيها الامير حسن وفيها غيره من الفعاليات العربيه وكان حوار يقول جيد جدا يعني هذا سليم العوا معروف في العربي داعيه اسلامي صح. <applause> وثقتنا فيه كبيره يقول انه يجب وهو سوف يطلع في قناه اليوم الجمعه ويقول هذا الكلام يعني اعتقد في في تحرك وهم بالعكس الفعاليات العربيه على مستوى المجتمع المدني يؤيدون هذا التوجه لكن هي المشكله سمو الامير هو عدم وجود دعم من الحكومات الحكومات صامته لكنها لا تستخدم حتى مؤسسات المجتمع المدني هل قصدتم بعض الحكومات ايضا من اجل طرح مشروعكم والحصول لا. حتى على دعم آه آه خفي بعثنا لكل وزراء خارجيه نريد ان يباركوا هذا التحرك وبعثنا الى رؤساء جاءت تشريعيه من معظمهم الان م. بالموافقه بالعكس في جواباتهم وضعوا مقترحات من عندهم ها أه؟ ينصحون بفعل هذا او ذاك سواء من من الوزاره الخارجيه او من المجالس التشريعيه فاعتقد انه برضه يعني في كتبنا لهم عشان يباركونا لا نريد منهم مالا او دعما أه؟ هل لديكم رؤيه واضحه عن الوسائل التي سوف تستخدمونها من اجل آآ آآ القيام بهذا الحوار وجهه نظري الشخصيه نعم. التي سوف اطرحها على اللجنه التحذيريه وهي سوف تبحثها وتغربلها وان وافقت عليها او تجد البدائل نعم. وهي انه كما ذهبت في الثمانينات آه للترويج لمهمته وجمع التبرعات آه يمكن ان نتبع نفس الطريق وهو ان نستاجر شركه علاقات عامه متمكنه ومعروفه وهي التي سوف تفتح لك الابواب وتهيئ لك المناخ اللازم والضروري لمثل هذه الحوار لانه الحوار يجب ان نكون مسلحين ايضا مش تروح هكذا يعني هل سيكون حواركم مع حكومات واشخاص موجودين فيها ام سيكون حواركم مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى؟ لا هو بعض. الفكره الى الان التي وانا عندي هنا ورقه آه عملناها يعني مبدئيه عشان تعرض على اللجنه التحذيرية نعم. هي الاساس المجتمع المدني ولكن م. اذا حدث اذا كانت تعتبر انت مجلس الشيوخ والنواب مجتمع مدني فليكن يعني هذه مؤسسات تشريعيه آه تشريعيه نعم. هذه من ضمنهم هذه لها تاثير كبير على صناعه القرار جداً في الغرب جدا نعم. هذه جايه في الـ في, الـ في في من الناس الذين سوف يتصل بهم وان وجد المحاورون العرب الذين يذهبون يعني علما ان هذا الوفد سوف يضم سيدات م. سوف يضم مسيحيين نعم عشان فهموا هناك ونقول انه المسيحيين تصور واحد يعني واحد المسيحيين هو اللي طلب ان ينضم معنا عشان على اساس انه هناك يذهب ويبلغ الغرب ما هو الاسلام مش م. الاسلام مش الاسلام مش الاسلام الذي يذكر مشوها في الوسائل الغربيه لكن الاسلام الحقيقي الذي فهمناه او او منذ صغرنا يعني اعتقد هذا هو المنطلقات يعني الان الان انتم تدرسون ان تتحاوروا مع الغرب بلغته ان تكون المجالس التشريعيه هناك وان تكون مؤسسات المجتمع المدني هدفا رئيسيا لكم شكلتم لجان وراجعتم الى بعض الشخصيات قضيه التمويل قضيه مهمه جدا لم تخبرني هل هناك تمويل حكومي التمويل لا 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 ابدا لو تطلب قرش واحد من الحكومه مش هيعطوك يا اخي صار مؤتمر في الجامعه العربيه عضل مئة شخص نعم جاهم تبرع شخصي من الشيخ زايد مليون دولار هل جاءهم تبرعات من اي جهه إن كانت وعينوا هذا الرجل المميز صديقنا الدكتور احمد الدكتور احمد كمان ابو هذا رجل مميز في الدين والدنيا ها أه؟ وهو الان حيذهب بالامريكا انا كنت نعم. صار تليفوني من اربع ايام ها هو في حلقه مرتبه طيب في هذا طيب ها جاهم مليون دولار العمليه يعني طيب اذا الحكومه ما ساعدتك تسكت ما احنا جزء من هذا المجتمع يعني ما يصيب الحكومات سوف يصيبنا فيجب ان نتحرك وان نبحث عن مصادر المال حيث وجدت. انا لدي على الانترنت يعني عشرات المشاهدين تقريبا كل مشاكل السعوديه حطوها على فضر. الانترنت كل مشاكل ولدي على التليفون ايضا بعض المشاهدين فضر. وعلى الفاكس اسمح لي اخذ بعض المداخلات ونعود لنكمل او نستكمل فضر. حوارنا وهي جزء منه الدكتور محسن العواجي من الرياض تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. دكتور محسن تسمعنا؟ نعم نعم. السلام عليكم. السلام آه عليكم. الخط منقطع، دكتور محسن العواجي تسمعنا؟ نعم نعم، أسمعكم. السلام عليكم. يا شباب أرجو الحرص على آه إلى أن يعود الخط آه أو إلى إصلاح هذا الخلل سمو الأمير. آه الحكومات تملك أو تسيطر على أجهزة الإعلام، معظم أجهزة الإعلام، وأجهزة الإعلام تلعب دور خطير. في قضية الحملة التي تتم الآن سواء الحملة المضادة أو عملية توضيح الصورة هل هناك لديكم أي توجه أيضا لاستخدام الوسائل الإعلامية بالنسبة لهذا الأمر أو الاعتماد على وسائل إعلام الحكومات العربية المحلية العربية يعني ليست ما المحلية الآن يعني إعلامنا العربي فصف. بيوصل لأمريكا الآن وبيوصل لكل مكان عبر الفضاء العربي. نعم العربي يمكن فيه. يمكن استخدام بعض الاشياء باللغه الانجليزيه قضيه الاعلام ودورها في هذه الحمله طيب يعني ما. الاعلام الغربي بيلعب دور خطير انتم في المقابل هل هناك توجه نعم. لكي يكون أنا. هناك استخدام للاعلام الوفود الوفود, 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 الوفود ستوجد هناك اولا قبل كل شيء يجب ان يقرر من ناحيه المبدا ان هذه الوفود لا تزور الغرب مره واحده نعم. ولكن تستمر في زيارتها في هذا البلد يعني أو هذا لا. مشروع طويل الامد المفروض نعم. وان يكون في مؤسسه تمول هذه الامور وايضا من خلال آه هذه شركة العلاقات العامة هي التي سوف تساعدنا على الإعلام في الغرب، أما الإعلام العربي فنحن جربناه وساعدناه والله في ناس تتوقف على من هو المسؤول عن هذا الإعلام أو ذاك، إذا كان يتفهم القضايا العربية ومتحمس أنه يدفع هذه المسيرة وهذا التوجه إلى الأمام، أعتقد أنه ممكن يساعدنا التوقف عن الجهة الإعلامية من هي في العالم العربي. آه خالد يقول ما هي طبيعه الضغوط التي تلعبها امريكا على المملكه التي تقوم بها الولايات المتحده ضد المملكه العربيه السعوديه نعم طبيعه الضغوط التي تقوم بها آه الولايات المتحده ضد المملكه العربيه السعوديه ما هي طبيعتها م. احنا ما نسمع في الاعلام يعني سمو الامير يعني أنا انت أنا بقولك أنت, صراحة. انت لك وجودك المتميز أبداً. داخل الأسرة أنا وايضا تعرفني انت شخصيا يا احمد انا بقول كل كلمه انه ما نسمعه من الاعلام لانه انا شخصيا قلبت الموضوع الا حكايه مثل ما تفضلت انت انه مولود هناك 15 مش عارف ايه من الكذا من السعوديين يتكلمون عن المناهج يعني هل معقول مثلا لما نسمع في الاعلام ان اغير في ايات قرانيه في مناهجي؟ هل هذا يسير؟ هل هذا معقول؟ هذا غير وارد وغير معقول هل هذا اذا 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 صدق الاعلام انه هذا يعكس وجهه نظر الحكومه الامريكيه هذا لا لا يمكن اغيره نعم يعني قضيه يعني الان آه ايضا بعض الاشياء التي وصلتني على الانترنت يقولون بان السعوديه وافقت على ان يكون هناك رجال من الاف بي اي موجودين في صلاه الحج لمراقبه بعض الحجاج والتحقيق معهم او الذين يقصدون السعوديه للحج كلام نشر طبعا هذا في الجرايد نعم. نعم. ولم وانا لا اعتقد يعني هم الامريكان بي يعني يا اخ احمد لو ارادوا يبعثوا اف بي او من السي ما ممكن انهم يجيبوا من مسلمين صح ولا لا والان صار في كثير من يعملوا في هذا من, من الحج ويتسللوا من خلال معتمرين ولا نعلم عنهم نعم ولا لا ليش ياخذوا اذن السعوديه؟ ما في داعي أصلا لها هذه م. بامكانهم ان يفعلوها من الملاحظ سمو الامير ان الكونغرس الامريكي لم يعد يشرع للامريكيين وحدهم وانما اصبح يشرع للعالم كله القوانين التي يصدرها الكونجرس الآن أصبحت تطبق خارج الولايات المتحدة الأمريكية قضية الأحكام العرفية التي تطبق الآن أسلوب معاملة الأسرة في كوبا الآن هناك أشياء تمس قو قوانين الإرهاب التي أيضا أعلنها الكونجرس هناك أشياء أصبحت تمس الدول الأخرى ومنها العرب والمسلمين بشكل عام وأصبحت هناك قوانين تصدر في أوروبا وفي الولايات المتحدة تستهدف المسلمين وهذه قوانين مليئة بالتمييز ضد المسلمين أولا يا سيدي أنا أتعجب جدا كيف دولة مثل أمريكا تتبنى الديمقراطية وتدعو إليها وكل إنسان وتسن مثل هذه القوانين الاستثنائية محاكم عسكرية مغلقة أه؟ تصنت على المتهم وعلى المحامي فيما بينهم يعني شيء حتى في في, في هذه وهذه اللي اللي الاسرى يعني انا 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 امامي من رويتر ومن ومن, ومن وكالات اخرى اليوم تصدر الاخبار يوميا بأن هناك احتجاج من منظمه حقوق الانسان الامريكيه الامريكيه والانجليزيه نعم. نعم ضد هذا الذي يحدث في جنوب كوبا نعم يعني عملية وهم حتى لا يعاملوهم بعامة أسفل حرب نعم. أمريكا ترفض العالم كله يقول لا عاملوهم حسب المواثيق الدولية هذه عملية نتعجب بها بالنسبة لأمريكا وللأسف لم تتحرك أي دولة عربية أو أبدأ إسلامية إلا اليمن نعم وهناك سمو الأمير يعني بعض إلا الأشياء اليمن. التي وصلتني على الف... على ال... من المشاهدين يقولون أن كثير من هؤلاء سعوديون وايضا لم تتحرك السعودية كثير من هؤلاء الأسرة يعني من السعوديين واليمنيين أغلبيتهم ضحين. سعوديين ولم, ولم تتحرك السعودية فيما تحركت بريطانيا وبريطانيا دولة غير مسلمة لمجرد أن بعض الأسرة بريطانيون والله بريطانيا أنا عندي هنا من و... من أحد الوكالات هناك منظمة حقوق الإنسان احتجت على هذه البعثة الإنجليزية م. وتقول أنها بعثة غير محايدة نعم. ولكنها ذهبت بالإتفاق مع أمريكا نعم. وهي من المخابرات من بعض الاجهزه الحكوميه البريطانيه حتى هذه البعثه البريطانية فيها يعني شيء من الشكوك في هذا ما يختص نعم. ولكن ان الدول التي لها مواطنين في هذه في هذا لديكم المفروض انتم المفروض؟ اليس مدرجا لديكم الان كمنظمات مجتمع مدني وتسعون للحوار ان تتناولوا هذه القضيه ما يتعلق بحقوق الانسان العربي والمسلم وكيف طلبك اليس مدرجا لديكم في مخططاتكم الان أيوه؟ ان تبحثوا فيما يتعلق بحقوق الانسان العربي والمسلم وهذه القوانين المشحفه التي تصدر بحق في, المسلمين الداخل في, الغرب, لا في الغرب في الغرب طبعا طبعا نعم. هذه, هذه انا اعتقد يعني نعم. ارائي الشخصيه في الورقه اللي امامي نعم انا يعني موجود ورقه اللي هو ستقدم الى اللجنة التأثيرية. نعم. كل هذه وارده ولكن سوف تبحثها اللجنه اللجنه اللي... اعتقد انه آه. تم اصلاح الخلل الفني دكتور محسن العواجي السلام عليكم ورحمه الله تحن الصوت يا شباب، الصوت مغلق على اذاننا. السلام عليكم. أيوة. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. سمو آه الأمير تسمع؟ نعم نعم أسمع. نعم الميكروفون نعم نعم نعم. وقع. لحظة. آه أولاً واحد؟ أشكر سمو الأمير طلال على هذه الشفافية وعلى رؤية الوطنية. تسمع سمو الأمير؟ هل يتكلم هو؟ هو أه بيتكلم. نعم ومهما اختلفنا. مع سمو الامير الا اننا نحفظ له هذه الجراه والشجاعه وع وعلى اية حال فرجل مثل الامير طلال بثقافته افتح لنا داخل الاستوديو اه آه دكتور ممكن تعيد كلامك من البدايه نعم لو نعم سمحت كان نعم لدينا خلل في الصوت نعم نعم بعد السل بعد السلام فضل. عليكم جميعا ومباركتي لكم بالاستوديو الجديد آه اود ان آه اشكر سمو الامير طلال على هذه الشفافيه المعهوده عنه والروح الوطنيه واقول مهما اختلفنا مع سمو الامير الا اننا نحفظ له هذه الجراه فرجل مثل الامير طلال بثقافته من جهه وبحكم موقعه من الاسره الحاكمه في بلادنا من جهه اخرى يتوقع منه اكثر من مجرد الكلام الجريء الذي قد يقوم به اي مواطن عادي فانت ايها الامير الحر من اول المنادين بالاصلاح وما كتابك رساله الى مواطن الا شيء مما عرف عنكم في هذا المجال ونحن الان ايها الامير نعيش لحظات مصارحه تفرضها علينا التحديات المعاصره فلا يخفى عليكم ان الشعب الذي كان لا يهتم كثيرا بعلاقته بالاسره الحاكمه عندما كان عدد السكان قليلا وكانت الموارد متوفره وكان الوعي محدودا اصبح اليوم يتلمض ويتململ في عصر الفضائيات والانترنت متسائلا عن قضايا تمس صميم حياته يكتنفها الغموض محليا والمواطن يبحث عمن يجيب عليها وهي فرصه في الواقع ان يكون هذا الضيف الكريم هو هو الموجود الان يسمعه الملايين من المشاهدين فليس من المعقول ايها الامير ان تبقى طريقه تعامل الاسره مع الشعب هي نفسها تلك الطريقه التي كانت تتبع في العقود الماضيه حتى لا استطرد في المقدمه كثيرا فدعني استاذنك يا استاذ احمد لاستاذن ضيفنا الكريم بطرح ثلاث تساؤلات جوهريه اجزم ان سمو الامير يدرك انها تدور في اذهان الكثير من السعوديين لكنهم قد تفضل باختصار لو سمحت حلقة. يا دكتور عفوا <applause> انقطع الصوت يا شباب الو أرجو فتح السبيكر داخل الاستوديو يا نعم رأيي. ألو؟ اتفضل يا دكتور نسمعك بصعوبة بس اتفضل باختصار نعم نعم وعلي وعندي ثلاث تساؤلات جوهرية أحب أن أطرحها على أطرحها على سمو الأمير أه وأرجو الإجابة كما عهدنا منه بشفافية و فالأمر في غاية الخطورة كما ذكرها سمو الأمير والأهم من هذا معرفة الثغرات التي من خلالها يتسلل المتربصون بنا وببلادنا مع ملاحظة ان الاجهزة الرسمية اخذت تركز على الجانب الخارجي على حساب الجانب الداخلي الذي قد لا يقل اهمية في مواجهة هذه الهجمة فالتساؤل الاول ايها الامير الا تتفق معي حفظك الله ان مؤسسات المجتمع المدني التي كثيرا ما ننادي بها لا يمكن ان تحقق اهدافها دون تحقيق متطلبات اساسية قبلها كوجود قضاء مستقل مثلا يحفظ التوازن بين المجتمع من جهة وسلطة الدولة من جهة أخرى وما لم يشعر المواطن أيها الأمير بأمن على نفسه وأهله وماله وحتى عمله ونحن في القرن الواحد والعشرين فلن يكون مستعدا لوضع بلد لا يوفر له الحد الأدنى من مقومات الحياة ضمن أولوياته فضلا أن يضحي بنفسه من أجله خذ ايها الامير على سبيل المثال مثلا حق السجين السياسي او الموقوف او سجين الراي حاول تسمع آه، الذي آه لا يجرؤ اي مواطن دكتور محسن انا يؤسفني يؤسفني دكتور محسن يؤسفني لدي مشكله كبيره في الصوت لا استطيع ان اسمعك انا ارجو منك باختصار انا فهمت منك اول سؤال ارجو ان تطرح ثاني سؤال في 20 ثانيه وثالث سؤال في ثلاثين طيب ثانيه طيب اول سؤال تسأل فيه عن أن مؤسسات المجتمع المدني لا تقوم إلا بقضاء مستقل سؤالك الثاني آه السؤال الثاني حفظك الله آه هو كثيرا ما يطالعنا سمو الأمير طلال في طروحاته الجريئة ذات الصبغة الليبرالية لحد ما التي لا تستند إلى قاعدة شعبية عريضة في مجتمع يعلم أن الطرح الإسلامي المعتدل هو الأساس الذي يمكن أن يقبل أو يتقبل من الشعب من جهة ومن الدولة من جهة أخرى فسؤالي على ما يستبد... فلماذا يستبدل سمو الأمير الذي هو أدنى بالذي هو خير دون أخذ بالحسبان لمثل هذه القضايا ثالثا يا دكتور ثالثا السؤال الثالث والأخير يا أخ أحمد ألا تتفق معي أيها الأمير أن أهم خطوة في مواجهة التحديات الخارجية والرد العملي على تلك الحملات تبدأ من العناية بالجبهة الداخلية على كافة المستويات بحيث يشعر المواطن بانتماء حقيقي أه أنا بلد. لا أسمعك يا دكتور أنا آسف أه جدا أه خليل آسف خليل. جدا أه سمو شري. الأمير أنا سمعت منه حكتين أنا سمعت منه حكتين بشكل واضح هو أضاع الأمر في أه. مقدمات والأمور تحتاج إلى كلام خاركي. مباشر أه. أه هو يقول الا تتفق معنا ان مؤسسات المجتمع المدني التي تنادي بان يكون لها وجود واساس في المجتمع السعودي على وجه الخصوص تحتاج الى تحقيق بعض الاشياء الاساسيه وعلى راسها استقلال القضاء الذي يعني يضمن للمواطن حقوقه من كافه النواحي هذا سؤاله الاول، سؤاله الثاني ان طرحك الجريء والقوي يستند دائما الى المرجعيه الليبراليه وليس المرجعيه الاسلاميه والمجتمع السعودي مجتمع متدين بطبيعته فلماذا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير كما يقول هو تفضل سمو الأمير. شكرا لك على كل حال أولا بالنسبة لسؤالك الأول استقلال القضاء ليس له علاقة فقط مع المجتمع المدني المجتمع كله المجتمع السعودي كله أو أي مجتمع عربي أو مجتمع في العالم أنه يجب أن يكون هناك والنظام الأساسي الحكم اللي هو الدستور الذي سنه الملك فهد يقول بفصل السلطات سلطة تنفيذية وسلطة نظامية حتى ما سمى تشريعية لأنه كلمة يعني تشريع يقول لك حرام ها أه؟ ما أنه هو مشرع الله ونحن نقول احنا لم نختلف أن مشرع الله ولكن التشريعات التي تخرج أنظمة وقوانين هي كلها تستند على الشريعة الإسلامية فسميت المؤسسة التنظيمية وكذا وقيل القضاء إذا في هذا النظام الأساسي يدعو لاستقلال هذه السلطات الثلاث هو بيشعر عن تطبيق التطبيق هل هو طبقت ولا لا؟, لا كلنا ندعو إلى تطبيق هذه السلطات الثلاث واستقلالها عن بعض هذا مطلب عند جميع الأمم أمس واليوم ونرجو أن يتحقق نعم. آه عبد العزيز التوجري رجل اعمال سعودي آه يقول ان الشعب السعودي يعاني آه من الفقر ومن البطاله في الوقت الذي يتبرع الامير الوليد وغيره من رجال الاعمال الى الامريكان ما ردك؟ اجاوب الشق الثاني؟ الشق الـ و... الـ اعتقد هو الثاني نعم انه ليش انا ليبرالي؟ نعم. هذا كلام فارغ م. انا ولدت في بيت مسلم يا اخي وانا موت وتربيت في بيت عبد العزيز الذي بنى المملكه عب السعوديه على وش الدينيه ولا يمكن اخرج عن هذا الخط انا بسمي نفسي انا رجل مسلما عربي سعودي ليبرالي هل م. لك تفسير لهذا مفهوم القول؟ الليبراليه لا لا انا بقول لك انه يصطدم او انه العلمانيه التي ان تصطدم مع الاسلام يا سيدي هذا المفهوم السائد في السعوديه في ذا المفهوم السائد في الشعر العربي وهذا خطا العلمان الآن يطلق على كل إنسان ملحدا أو كافر للأسف هم ناس أحرار ليبراليين يعني أنا بعرف الكثير من الناس أه؟ ودعاة إسلاميين ولكنهم متحررين متنورين أنا أسمي هؤلاء ليبراليين إنما غبيت في بلد مسلم وسوف أموت على إسلامي فهذا الكلام أرفضه وغير صحيح أه؟ وأنا أقوله يعني بصوت عالي أنا متمسك بديني وبعروبتي وبتحرري سمو الامير ما هو تعليقك على ما ذكره عبد العزيز عبد الله عبد العزيز رجل اعمال سعودي من انكم يعني هناك تبرعات تذهب الى الامريكان في الوقت الذي يوجد فيه كثير من السعوديين فقراء وفي حاجه الى العون. والله شوف انا بتكلم عن الوليد. الوليد ذهب الى هناك وله اعمال كثيره ومصالح خاصة في نيويورك اللي هي مقر الاساس سوق اسهم في العالم هذا اجتهاد منه فاجتهد بانه يتبرع لضحايا المدنيين كعمل انساني انا اعتقد من هذا المنطلق لا باس به لا باس به يعني انه رجل اراد ان يحافظ على امواله من خلال ان يبين للشعب الامريكي إنسانية وانسانيه العربي المسلم لكنهم اهانوه في رد الشيك واعاد مره اخرى الكرة انا انا لا اعلم انه اعاده معلوماتي انا انه ما عاد الشيك عاد عمليه التبرع مره اخرى يعني. لم اسمع هذا انا لم اسمع هذا اول مره اسمعها منك يا أحمد انما اتكلم عن سؤال الاخ تويجري بانه هذا اعتقد هذا هو الدافع له هو هذا الدافع انا لو سالني رايي قبل ان يذهب قلت له لا بلاش انك تعمل هذا الامر ها أه؟ لانه هذا لا ينفع في مجتمع إن كمجتمع الامريكي يعني الان بالنسبه لهذه يعني هذه القضيه قضيه توجيه الاموال من رجال الاعمال بشكل عام الى داخل المجتمع السعودي هناك نسبه بطاله مرتفعه داخل الدوله هناك نسبه فقر صحيح صحيح اعتقد وليس هناك توجيه قوي لـ 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 من اجل عمل توازن داخل المجتمع والله يشوف رجال الاعمال يختلفون من شخص الى اخر هناك الكثير من رجال الاعمال ولا اقول كثير بعض رجال الاعمال يعني بيعطوا الكثير من اموالهم لمشاريع خيريه ولكن مجمل رجال الاعمال بالنسبه للعالم العربي والسعودي بوجه خاص يجب ان يكونوا اكثر عطاء لشعبهم وعمل المشاريع التي تنفع المواطن السعودي لانه السعوديه تعلم ليس فيها ضرائب على هؤلاء الناس وبالتالي اعتقد ان عطائهم يجب ان يكون مضاعف صالح الشقباوي كاتب وصحفي فلسطيني مقيم في الجزائر يقول: الا تشعرون ان المملكه اصبحت مستهدفه بمالها وارضها من قبل امريكا بعد ان تغيرت قواعد اللعبه؟ ما هو موقفكم وموقف المملكه من استمرار حصار الرئيس عرفات من قبل شارون؟ اما تخشون ان يمتد هذا الحصار ليصبح على الامه العربيه كلها؟ لا يا سيدي القوي هو المنتصر اسرائيل اقوى من الدول العربيه مجتمعه. عندك افغانستان هذه البلد الفقيره صرفت من الاموال الكثيره حتى يكون عندها قوه رادعه تجاه جارتها. اليس كذلك؟ نعم وبلد فقيره، عامه احتياط انها تكون جنبها الجاره و القنبله الذريه ونحن ضد السلاح مثل هذا السلاح في كل مكان وكل زمان ولكنه اوجد هذا السلاح الرادع ماذا عندك الاعلام العربي؟ اليوم الرئيس عرفات محجوجا او 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 مشجورا بالاحرى في في منزله، طيب. لا يغادره وكل زواره عندما يدخل باذن من اسرائيل. هل سمعنا عربي حتى يشجب، ما الشجب يعني اصبح يعني مملا انه هذا الامر، هل احد رفع التليفون وكلم الرئيس عرفات؟ إطلاقا، هذا أمر مشين لذلك العملية بالنسبة لقضية فلسطين، أنا سألت الكثير من الفعاليات العربية لماذا لا تدعى الفصائل الفلسطينية أو تلك المنظمات إلى اجتماع القمة في القادم في مارس في لبنان؟ أه؟ ويوفق فيما نعم. بينهم ويكون لهم خط واحد اما خط خط العنف او اتباع العصيان السلمي او الاضرابات او الكذا نعم. نعم. قالوا ان هذه الفصائل وهذه المنظمات كل منها يتبع دولة معينه والدوله هذه لو طلب منها ان تحضر هذه الفصيل او ذاك يرفضون حتى هذا مرفوض فلذلك تجد العمليه هي عمليه دوليه واقف العالم كله والغربي بالذات القوي في في دنيانا هذه مع اسرائيل كيف تنظر الى القمه اسمه الامير القادمه ما الذي سيتمخض عن هذه شيء القمه في ظل لا هذا لا شيء لا شيء للاسف ابدا نفس القمه التي حدثت كذا لانها لم تعد الاعداد الجيد ولم يكون اتفاق مسبق لمثل هذه القمم او القمه التي ستاتينا في بيوت في مارس القادم انا اعتقد حيطلع بيانات وكذا الكثير انا انا كنت مثلا في دوله عربيه مؤخرا فسالت هل نفذت كل التوصيات او القرارات مؤتمر عمال الأخير قليلا نفذ جزءا منها نعم معنى ذلك ان القمه القادمه ليس لها اي جدوى انا, لا. أنا في لا اتصور قادمة. هذا ارجو ذلك ولكن لا اتصور هذا من الملاحظ ان العالم الاسلامي يكاد ان يكون منطقه حروب حتى ان صمائيل هيتينغتون كتب مقالا في نيوزويك في 22 ديسمبر الماضي قال ان منطقه العالم الاسلامي هي او زمن الحروب الاسلاميه تناول فيها ما يحدث في فلسطين ما يحدث في كشمير ما يحدث في افغانستان ما يحدث في السودان وان هذه المنطقه هي بؤره الحروب القائمة الآن هل هناك عملية استهداف غربي لهذه المنطقة لتظل تستنزف ثرواتها وتظل تعيش في هذه الأزمة وما هو المخرج منها شوف دام أنت ضعيف أه؟ ومشتت الأفكار ولا يجمعك شيئا بين الزعامات أو الشعوب لهدف معين تعمل من أجله حتى تصل إليه سواء نفسياتك الداخلية أو خارج الغرب ينظر لك نظرة دونية وانا ذكرت هذه في مناسبات كثيره في الاعلام العربي لانه ينظر الى الخلافات العربيه العربيه ويقول هؤلاء ممزقين ينظرون الى احوالك الداخليه ويجدوا الفساد متوفر في معظم الدول العربيه السياسي والمالي والاداري والاجتماعي فيقول لك من هؤلاء حتى اهتم بهم ما دام مصالحي محفوظه ما دام هناك تجاوب للحفاظ على هذه المصالح فلماذا اهتم بهم اهتم بالدوله التي انشئت برغبتي انا وبقراري الغربي ها؟ هم في رايهم ان اسرائيل اهم شيء يحافظ على هذه المصالح الان انا عندي عشرات المداخلات على الانترنت للاسف كلها هجوم شديد وكاسح من المشاهدين من المواطنين على العرب على الحكومات على فمن على الواضح على. ان الفجوه هنا سمو الامير تتسع مستقبل اتساع هذه الفجوه واثرها على العلاقه بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي يا سيدي شوف هذا الكلام مكرر وسمعناه كثيرا هو السؤال المطروح ما هو العلاج ولا لا هذا السؤال المطروح نعم. ما هذا ما انا شخصيا ما عندي ما عندي اي فكره حتى اطرحها عليكم او على المشاهدين انه كيف يكون هذا العلاج لتحريك هذه الامور عربيا ما عندي يعني العلاج غيب واي. ستظل الامور تصل هكذا. من توتر الى توتر من, من الهوى هو تتسع الشعوب ممكن؟ الشعوب تتعرض لما تتعرض له والحكام والحكومات في واد اخر ممكن ليش لا هل هناك ما يبشر أه؟ بالنسبه لمستقبلنا لغير ذلك هذا سيدفع الى التطرف في داخل المجتمعات سيدفع الى آآ آآ تمزق المجتمعات سيدفع الى ان يعني ما تعاني منه المجتمعات والشعوب في تلك المرحله ربما يتطور الى ما هو أسوأ يا سيدي سنه 49 اول انقلاب حدث في سوريا من الزعيم قضاء حسن الزعيم, الزعيم. مزبوط. مزبوط. شكي نعم مضبوط ضد شكر قوتلي الرجل الوطني وعنده مؤسسات ديمقراطيه واحزاب تداول السلطه من حزب الشعب إلى الوطني إلى البعث إلى الشوعي إلى 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 هناك ديمقراطية لا بأس بها فقام هذا الإنسان بسبب حقده الشخصي على النظام وهو معروف سيرته لأنه طيلة كان هو المسؤول عن التموين فقامت يعني كوبلند في كتابه أو غيره من الكتب في السائق تقول إنه هذا الانقلاب قام بتحريك أمريكي نعم. واستمرت الانقلابات العربية نحن الآن بنمر بنفس المرحله لانه ما يحدث في فلسطين يشبه كثيرا ما حدث سنه 48 فالحذار الحذار من الانقلابات العسكريه لانه العسكر هو حزبا معلنا معترف به ولكن يحمل السلاح ويتفاعل مع مع الشعب فمثل هذه الاحباطات لربما تعيدنا الى نفس التاريخ سنه 49 لكن سمو الامير يعني عفوا في هذه النقطه تحديدا معظم الانقلابات التي قامت قامت بصلات او علاقات مع الولايات المتحده او مع دول اخرى الان الحكومات القائمه ترتيب العلاقات او المصالح بينها وبين الولايات المتحده على قدم لا المساق لا لا فاي حركه عسكريه الان ربما لا يمكن الظرف تغير الراي العام يوم الايام كان مع البلاد يوم الايام صار مع صدام حسين لانه هناك عمليه احباط احباط وضد امريكا وسياستها اذا هو الاجواء السياسيه التي نشات سنه 48 بحرب فلسطين العربيه الاسرائيليه هي موجوده نفس 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 الاجواء المسمومه وهذا ما يهيج الراي العام العربي وينعكس هذا الامر على الجيوش العربيه يعني احنا امام مرحله من التخبط يمكن ان تحدث امام مرحله ضبابيه الان تحكم المستقبل العربي نعم إحنا أمام مرحلة ضبابية تحكم نعم المستقبل نعم العربي. هذا هذا كلام جيد نعم نس... لا أي... نستطيع أن نقول هناك رؤية محددة للمستقبل. إطلاقاً أنا سألت الكثير من العرب المتمكنين في م... في معرفة مثل هذه الأمور مثقفين مفكريهم يقول يا فلان نحن لا نرى أنه بالظروف الحالية والتي في ال... في في المجتمع العربي حكومات أو أفراد لا نريد إطلاقاً نوراً بعيداً في النفق. في أكثر من هذا اليأس. هذا يزيد الإحباط لدى والله هذا هذا ما هذا ما هذا هذا يجب أن يسمعه الحاكم وأن يتحرك. يتحرك لماذا؟ هو الحاكم يرى أنه في وضع متميز والشعوب يعني. هذا هذا غلط، هذا خطأ، خطأ كبير. يرتكبوه في حقهم وحق شعوبهم. لدي بعض الأسئلة، في سؤال على الإنترنت حول قيام السعودية بهدم أه بهذه قلعة أجياد في هذه المرحلة تحديدا شوف يا أنا من الناس الذين يقدرون الأتراك تركيا وزرتها عدة مرات نعم. وهي دولة حتى لو كانت علمانية ولكن شعبها مسلم نعم. في هذه مخطئين لأن هذه القلعة قلعة عسكرية وكان الحكم العثماني هو الذي بناها من الذي يحتج على هذه القلعة هم الذين قاموا ضد الحكم العثماني الذي بنى هذه القلعه فكيف يعتبرها اثريه هي تمثل الحكم البائد وليست اثريه يعني منظمه يوسكو في اعلانها قالت هذه القلعه ليست في الستة المتوفي لديهم وتعتبر اثر من الاثار سمو الامير هناك استهداف امريكي لاقطار عربيه اخرى الان محطه سي ان ان وضعت استفتاء حول الهدف القادم ووضعت عده دول عربيه، هناك الصومال، هناك السودان، هناك اليمن، هناك العراق على راس الدول المستهدفه. هل يمكن ان تتحرك مؤسسات المجتمع المدني الان طالما ان هناك ياس كامل من الحكومات العربيه ان تفعل شيئا؟ هناك بعض التقارير التي اطلعت عليها تقول ان الحكومات العربيه يمكن ان تغض الطرف اذا حدثت ضربه سريعه تم فيها تغيير النظام العراقي على سبيل المثال. هل لديكم في مخططكم أن تتحركوا سريعا من أجل الحيلولة دون قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إلى قطر عربي أو إسلامي آخر؟ لا ما أظن أنه هذا دور المجتمع المدني على الأقل بتكلم عن نفسي وأنا ليس الآن جزء من المجتمع المدني أنا أريد أن أحرك هذا المجتمع تجاه القضايا في الخارج ولكن ليس لي دعوة في الأمور الداخلية لأنه ليس في استطاعة المجتمع المدني أن يتحرك لو صار اعتداء أمريكي على هذه الدولة أو تلك ماذا يفعل؟ يمشي في الشارع ويصيح يعني يعني الشعوب لا تستطيع ان تفعل شيء لا شعوبنا بحالات الحاضره نعم لا لا تستطيع والحكومات في نفس الوقت عاجزه وصامته الى هذه اللحظه ونحن نترقب الان ان نضرب ضربه بعد اخرى ما ضربوها وضربوها وضربوها تحركت الشعوب العربيه يعني لما جت عمليه افغانستان قامت الدنيا ها ايش حدث؟ كذا مظاهره اسلاميه في افغانستان وقبض على هذه الزعامات ولن نسمع عن مظاهرة أخرى قامت بوجود الحكم العسكري هناك رؤيتك اسمه الأمير لاستمرارية الحرب المعلنة من الولايات المتحدة على ما يسمى بالإرهاب والذي يستهدف بالدرجة الأساسية الإسلام والمسلمين كما نرى في واقع الحال أنا أتعجب من هذا نتعجب نحن ضد ما حدث في نيويورك وما حدث في واشنطن وهذا نعتبره إرهاباً ولكن نرجو ان يحاكم هؤلاء امام محاكم مدنيه عاديه. نحن تعلم يا اخ احمد نحن ضد المحاكم الاستثنائيه والعسكريه في بلاد العربيه، لكن عندما يشاهدون امريكا بتقيم محاكم عسكريه لهؤلاء الناس فما هو عذرنا هنا امام حكامنا؟ ايش هو عذرنا؟ فلذلك يعني العمليه غريبه الشكل وكيف يعني ما يحدث الان في في كيوبا في هذا المعتقل. كل الناس قايمين عليها كل منظمة والإنسان الإنسان احنا نشوفها في الصور يقادون زي زي الحرامية زي المدانين أكثر من ذلك يعني لا يجوز على عيونهم مغطاة وأذنهم مغلقة صحيح أفواههم أيضا مغلقة ويعيشون في أقفاص يعني يكفي أن مؤسسات الحقوق الإنسان هناك تحركت حول هذا الموضوع، سمو الامير في ظل هذا الواقع ويعني سؤالي الاخير كيف ترى مستقبل العلاقه بين الاسلام والغرب في ظل هذه الصوره الضبابيه في ظل الـ الـ الصمت العربي والاسلامي في ظل الاعتداء والحمله الغربيه القائمه؟ شوف يا سيدي الصين جارات الصين هي الدول الاسلاميه حاليا والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي قبل سنة 91 أقامت الآن أو تقيم بالفعل أمريكا قواعد في هذه الدول جنب الصين هل سمعت تصريح واحد يشتب هذه القواعد؟ بالعكس إطلاقا الصين لأنها يعني. تتبع طريق الحوار عارفة تصريحاتها ليس لها صدى لا, لا تستطيع أن تقابل أمريكا ربما تريد أن تورط أمريكا أيضا ما اتصور انا اتصور ان سياسه الصمت العلني ولكن التحرك الصامت والحوار مع امريكا لحل هذه المشاكل نحن ما عندنا تحرك حتى في الحوار انت هذه القوة الجباره التي تحكم العالم امريكا في كل مكان اليوم وليس عندك بس كل مكان من كمبوديا الى شيلي أه؟ وهناك وجود امريكي يعني خلنا نكون صريحين صحيح. هذا هذا الوحش الجبار الذي يهيمن العالم عليه ما أمامك منك سبيل إلا أنك تحاوره وأنك تناقض أنا بعرف أمريكا فيها مفاتيح بس يجب أن نتحرك ونذهب إلى هناك وأن نحاورهم ونحصل على ما نستطيع أن نحصل عليه من هذه الدولة المهيمنة على العالم أنت الآن يا سيدي الغرب الغرب غير أمريكا الغرب في أوروبا أوروبا أيضا فيها ناس عقلاء أنا عندي هنا من رويتر اجتمع البارح في إحدى القهاوي في باريس عرب ويهود إسرائيليين وشجبوا، ها وشجبوا شارون وشجبوا أعماله هذه موجودة أمامي نتمنى يعني لكم التوفيق سمو الأمير في هذه المهمة الكبيرة التي تقومون بها وأشكرك شكرًا جزيلًا على. شكرا. التحاقك بنا ومشاركتك معنا في افتتاح الاستوديو من القاهره، كما شفر. اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، واعتذر عن الخلل الذي حدث بسبب المشكلات الفنيه، كثيرون سالوني عن كتاب الجزيره ولماذا يباع او يوزع في القاهره وحدها؟ اصبح الكتاب الان في العديد من الاقطار العربيه وسوف يصل الى باقي الدول. عما قريب وفي القاهره سوف اتواجد يومي الجمعه والاحد القادمين في المقر الرئيسي لدار الشروق في معرض القاهره الدولي للكتاب للتوقيع عليه لمن اراد ان يحصل على نسخه موقعه في الختام انقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهره والدوحه وهذا احمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهره حلقه الاسبوع القادمة ايضا من القاهره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته